مسيرة يعني في صحابنا والناس اللي بتوع حاضرون في المسيرات، فبتلنا متحركين مع المسيرة. أنا اتخطفت من جنب محافظة القاهرة، كنت يعني واقف بشوف اللي بيحصل لحد ما حد حدف قنبلة غاز، جريت بعيد عن قنبلة الغاز لقيت واحد لف كده مسكني وشتمني وقال لي اثبت مش عارف ايه وبتاع، فانا بفضت ايده راح مطلع مسدس حطه في نص راسي وقال لي هقتلك والله هقتلك. فجأة راحوا مكتفنا ويلا يا ابن كذا وكذا وكذا والشتايم كلها، وكان في واحدة كانت موجودة بقى شافت المسيرة فكانت بتبص عليها، دخلت القسم مسحولة من شعرها وبتضرب وبتتهبت في الأرض، من دماغها مسك من شعرها وتتهبت في الأرض. أول ما صمت حطينا في زنزانة لوحدينا، كنا إحنا ومجموعة تانية، إحنا كنا اتمسكنا عن عدين في مجموعة اتمسكت معنا كوبري أكتوبر. الناس دي كانت جاية كلها مضروبة جامد جدا ووشها كان إصابات فظيعة. إحنا أول يوم قبل النيابة اتحطينا كلنا مع بعض في عنبر واحد، تاني يوم رحنا النيابة رجعنا اتحطينا كلنا في عنبر تاني مع ناس تانية خالص، كان في منهم أطفال عندهم من أول 9 سنين و 12 و 15 لحد 17 سنة. خدونا ودونا للنياب. يا سلام ربنا معاكم يا رجالة. احنا لما وصلنا سامعين صوت بقى هتافات وكده، فبصينا من عربية الترحالات اللي كنا جايين فيها لقينا كل الناس اللي ممكن اتخيل انا حتى في ناس قابلتهم مرة في حياتي موجودين، وناس معرفهاش وناس صحابنا بيهتفوا ماسكين يفض. علم سور السجن وعلم بكرة الثورة تشيل ما تخلي، بكرة الثورة تشيل ما تخلي. يا حرية فين فين، يا حرية فين فين، حب النائب بيننا وبيني، حب النائب بيننا وبيني. عادي حرية 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 حرية، احنا شركاء في النظام. البنت مالناش علاقة بيها خالص، يعني انا المفروض ان انا كان معايا سلاح ناري وطلقات نارية وضربت عسكري عورته وطبعا كنت متجمهر اكتر من 5 وتجديد الصف العام وتوأم غريبة يعني. كانت الناس بالفعل خلاص يعني لما شافوا ولادهم في القفص ولادهم كانوا منهارين. ضربتش جوه القفص الاتهام بتاع المحكمة، بس واحنا خارجين ماشيين في الطرقات ضربنا بالعصيان بتاعت الامن المركزي احنا بنهرب. حسن الأمن ابتدى حد في طوب وابتدى يضرب وابتدى بقى الناس تتسحب من وسط بعض وتتضرب ضرب مبرح من قوات الأمن، الناس اللي واقفة بره مالهاش أي حاجة يعني. ابتدت الناس تجري صحابنا، في وسط الجري ده كان قوات الأمن طلعت زي قوة مخبرين على عملوا اتصالات على بلطجية المنطقة جابوهم عشان يقصوا العيل ويمسكوا اللي يعرفوا يمسكوا منهم، واتجاب صحابنا اللي كانوا واقفين بيهتفوا يحيى ابو النجا احمد نبيل عبد القادر محمد ومصطفى مجدي. مصطفى مجدي ده اخويا. عشان البلد يبقى فيها قانون لازم يبقى فيها حد بيطبق قانون يعني، واحنا ما عندناش شرطه، عندنا هنا مجموعه ناس خايفه وما عندهاش ادنى ضبط النفس، وهم حقيقي اكتر مجرمين يعني موجودين.